اقسم بالله اليوم كان تحفه والله العظيم. مساء النور. اقسم بالله بعد اذن حضرتك بس رجلك عشان انزل الكوبايه. والله حد قاعد في مكان زي دوت عشان الجرسون يقول له نزل رجلك. معلش يا وليد بص على بس رجلك. ايه ده يالا ده؟ انت جايب المايه دي منين؟ مش قلت عايز مايه ساعه؟ ساعه حضرتك يا عم مش من ذوق انك تجيب لي زي دي، شوفها كده سخنه صح؟ روح يلا غير لي المايه دي. عايز اقول لحضرتك بس ربنا خلقنا طبقات عشان نكمل بعض، مش عشان خاطر ندوس على بعض. مش معنى ان انت اتولدت في بقك معلقه دهب وانا اتولدت زي ما انت شايف كده راجل شقيان انك تعاملني بالمعاملة دي. الله يسامحك. مش هقدر اقول لك غير ان انت بتقلي مني قدام خطيبتك عشان تحرم بعد كده يالا تعرف كمان تتكلم مع الناس اللي اكبر منك واعلى منك. مش انت يالا عيل جرسون زيك اللي هيقول لي نزل رجلك ولا ما تنزلش رجلك؟ فده كان ردي عليك، ناديتك بالميه في وشك. مفيش حاجه لما يقول لك الصح والغلط طول ما انت مش عارفه. وانت مين انت كمان؟ انا صاحب المكان اللي انت قاعد فيه، وانت الراجل اللي شغال عندي. طب وفين المشكله يا فندم؟ انا كنت قاعد وحاطط رجلي على الترابيزه، لقيت الجرسون ده بيكلمني بطريقه مش كويسه، فديته اللي فيه النصيب. هو بيكلمك بطريقه مش كويسه؟ من الذوق والاحترام انك تشيل رجلك؟ دي ترابيزه بنحط عليها المشروب. ايه يا عمنا وانت فاتح محل بالحب ولا ايه؟ وانت ما تعرفش ان الزبون دايما على حق، والمفروض ان انا اجي هنا اتشال فوق الراس. لا مش دايما على حق. بنعتذر. الزبون لما يبقى قليل الادب ياخد على دماغه ويطلع بره. قليل الادب؟ ايوه قليل الادب. واطلع بره؟ طبعا. يعني انت قصدك دلوقتي ان انا المفروض اطلع بره ولا ايه؟ اكيد طبعا. لان انت بني ادم مش كويس. ليه يا عم؟ شوف المشاريب دي بكام؟ وشوف حق المال اللي انا اديتها له في وشه دي بكام وهحاسبك عليها. مش انت فاتح ده تجاره؟ بص يا حبيبي مش كل حاجه في الدنيا دي فلوس. الادب فضلوه عن العلم، وانت لا تعرف ادب ولا علم ولا اخلاق، وانت واهلك اصلا ما عرفوش يربوك. انا عايز اقول لك على حاجه بس، احنا ربنا خلقنا طبقات علشان خاطر نكمل بعض. لولا كده لو كل الناس كانت اغنياء كلها كنتش هتلاقي. مش هيفهم الكلام ده يا ابني. ده يقولوا اللي زيك عشان انت ما قدامكش حل غير ان انت تقول الكلام دوت. عارف ليه؟ انت يا حبيب قلبي جرسون مالكش لازمه، فلازم تقول شويه مواعظ وحكم عشان تصبر بيهم نفسك. لكن انت لو معاك فلوس زي ولقيت واحد معفن جربان زيك بيكلمني كده. ولا اللي انت بتتكلم معاه ده ممكن يكون عند ربنا احسن مني ومنك. وكلام تاني كتير مش عايز، لان هتلاقيني بقل ادب عليك وممكن امد ايدي كمان. بقول لك ايه؟ يلا قدامي يلا. وليد انا عاوز انا اقول لك على حاجه بقى بصراحه، وقدام الراجل المحترم ده هو التاني. من النهارده يا ابن الناس انت من طريق وانا من طريق، شبكتك هتوصلك لحد باب البيت، مالكش دعوه بيا تاني. انت بتقولي ايه يا روعه؟ انت انسان زباله، وعمري ان انا هامن على نفسي معاك. عايز اقسم بالله بتفهم. عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن يكون معاك دبلوم او خريج اي كليه عاديه، اللي قدامك ده خريج صيدله، بس للاسف ما جاتليش الفرصه ان انا هبقى في مكانه غير اللي انا فيها دي. يمكن ده يكون اختبار من ربنا. يا ابني الشغل مش عيب. حقك عليا يا عم هاشم. سيبك مني. بص يا ابني انا مش عايز بني ادم زي ده يهز ثقتك بنفسك. الشغل عمره ما كان عيب، وربنا زي ما انت قلت خلقنا طبقات. يعني لو ما فيش بتاع العيش ده وكلها اغنية هناكل عيش منين؟ الحكمة في كده يا ابني، اللي زي ده هو طلع لقي كل حاجة على الجاهزة، واهله ما عرفوش يصرفوا عليه حتى بربع جنيه تربية. بس انا ما تزعلش. ما خلاص يا عم عشري، مش هينفع اشتغل الشغلانة دي تاني. يبقى انت كده من اول جولة كده خسرت خلاص؟ لا انا ما خسرتش ولا ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ اقف وخليك في شغلك لحد لما يجي لك عدلك، ربنا يكرمك تعمل جمعيه تعمل اي حاجه وتفتح الصيدليه اللي هي حلم حياتك. لما يجي لي عدل يعني هيجي لي عريس يعني يا عم عشري؟ يا ابني يجي لك عدلك في شغلانه، افهم العدل في كل حاجه.
يعني لما يجي الوقت ان انت تسمح ان انت تروح وتفتح صيدليه ربنا يكرمك، ولا تقعد في البيت وتستنى. اشتري من اخوك الكبير واسمع كلامي، ما خليش كلام واحد زي ده ياثر فيك. حاضر. يلا يا احمد وشوف شغلك. حاضر. اتفضل. لا اله الا الله.